وللمزيد نرحب بضيفنا من دبي المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي. أهلا بك أستاذ أيمن. يعني بداية فيك تفسرنا ما هي المنازل الذكية؟ يعني رينا بالخبر، ولكن كيف العملية بتتم؟ هلا رشا، نحن اليوم عم نحكي عن المنازل الذكيه لانه في دمج لتقنيتين. اول تقنيه هو الانترنت السريع الغير مكلف. الانترنت سنه عن سنه عم بيكون اسرع وافضل واقل كلفه، وكمان في تقنيه مثل الجيل الخامس يلي بتسمح ليكون في انترنت سريع وما يعوز طاقه. هيدي تقنيه وحده. التقنيه الثانيه هي المعدات اللي عم بيتنافسوا عليها مؤسسات خاصة بالصين. هيدي المعدات عم نقدر نحطها يعني بالمنازل اللي عنا اياها، عم بتكون تكلفتها اقل وتقنيتها احسن. فلما نجمع اثنين هول رشا، عم نقدر نحن بمنزلنا يكون منزل ذكي. خلينا نحكي شو يعني منزل ذكي. يعني كلنا ببيتنا صايره معنا مشكله لما كنا خارج المنزل، جينا على المنزل لقينا في مي بكل البيت والوالده زعلانة على السجاد العجمي. هيدا بينحل بأجهزة صغيرة تنحط بالبيت يلي بتشوف، بس يصير في شوية مي على الأرض تغري بيتصل فينا، بيتصل بالجيران، يعني بيعمل حركة لنقدر نحن نجي نعرف ونحل هيدي المشكلة. وفي تقنيات كمان تلقائيا بتسكر المي عن البيت. فهيدي مشاكل عنا إياها كان بمنزلنا، المنزل الذكي بيقدر يحلها. في طريقة تانية كمان، مثلا نحن هلا بموسم الصيف، يعني موسم حار حار جدا يعني، فبيقدر انه بيعرف اذا نحن هلا يعني تركنا المنزل رايحين على الشغل يعني بخفف، بضل في يعني تبريد البيت بس اخف، وبيعرف جهات الاربعه خمسه سته انه لما نرجع على المنزل بيقوي شوي اكثر ليكون حاضر لنا. فهذا هالنوع الاستعمالات البسيطه للكمانيز الذكيه. يعني نحن فينا نصير نتحكم ببيتنا عبر الهاتف مثلا، يعني عبر ابلكيشن معينه، نحن ومش بالبيت او حتى مسافرين ممكن نقدر نتحكم بالبيت. فيكي من اليوم رشا، فيكي من جهاز تليفون، فيكي تشوفي بيكون في كاميرات بكل البيت، فيكي تشوفي اذا اجى حدا يعني عم بقى يعني توصيل على البيت، اذا انت موجوده بالبيت، اذا وصلوا، اذا انت بالشغل والاولاد بالمدرسه بالبيت صاروا، فيكي تشوفي وين صاروا موجودين، حراره البيت فيكي تشوفيها. يعني هيدي كلها موجوده اليوم. التحسنات حتكون اكثر لقدام، هو مثلا كبراد، يعني البراد انا حيكون ذكي من اي جهه، بيقول لي انه هالحليب اللي حاطه انت يلي حتشربه هلا عمره خمس ايام صار بالبراد، بدي انتبه. بيقدر كمان بعد مرحله ثانيه شو بيصير اذا في نقص مي بالبراد او فواكه معينه، بيقدر هو تلقائيا يشتري اللي بيعرف انا دائما بعوز، بيقدر يشتري لي اياهم بيوصلوا لي بلا ما انا اعرف او اتحس يعني عم بساعدنا ليصير عنا الالزهايمر اسرع، حتى ما بقى نستعمل العقل هو بيستعمله عنا. طب سيد ايمن، سؤال كان هناك بالخبر تحذير من علماء من اهمال فهم ماهيه المنازل الذكيه، ليه هيدا التحذير؟ شو ممكن يعني شو الاهمال؟ هل هو سوء استعمال يعني هذا الامر ممكن يؤدي لكوارث؟ هي المشاكل رشا بتجي انه كل هالاجهزه موصوله بالانترنت، فهيدي بتساعدنا مثل عم نحكي كان انا وياكي، بس كل شيء مشبوك على الانترنت في حدا يدخل عليه، ما المفروض يكون في عليه، يعني يقدر قرصنه معينه او شيء هيك يقدر يفوت، يعني بيقدر يشوف الكاميرات عندنا بالبيت مع انه هن مش من اهل البيت، بيقدر يطفي ويدوي، بيقدر يعمل يفتح ويب ونحن مش موجودين يعني. فكل شيء موصول على الانترنت في مجال انه حدا يخترقه اذا بدك. يعني منشان هيك الاهمال اللي عم نحكي فيه انه كيف نحن بجهز تليفون بنعدل فيه، يعني بالبرمجيه بنعمل ابديت من وقت لوقت، او بنجيب تليفون اجدد ليكون احسن وافضل وفيه اخف مشاكل تقنيه. كمان نفس الشيء ببيتنا رح نعوز نعمل هيدي، يعني هي البرمجيه نضل نحدثها لما حتى ما يكون فيها هيدي المشاكل. طيب سيد ايمن، يعني ممكن نقول المستقبل هو للمنازل الذكيه؟ المستقبل حيكون كل شيء موصول على الانترنت. يعني كيف بنحكي عن المنازل الذكيه، بكره كمان حيكون يعني كقميص والجاكيت بيقول لك انا هو بجعلك، بيقول لك ان انت ضغطك عالي واطي، يعني كل شيء حيكون موصول على الانترنت وعم بيحكي مع كل شيء ثاني.
يعني تكنولوجيا شكلنا رايحين فيها لكتير محلات، ما بعرف إذا نحن حنلحقها. المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات.